السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله نعملوا مع بعضنا وجبة غداء كاملة، غتكون عبارة على تاكوس مع المرافقات ديالها، وغنعملوا جوج شكات العصير. بقاو معنا ونشوفوا المقادير ديالنا. عندنا كيلو د الطحين، عندنا الملح، بالنسبة للملح على حسب القياس ولا حسب كل واحد، كاين اللي كيبغيها مالحة كاين اللي كيبغيها مسوسة، يعني ما كنلتزموش بشي مقدار د الملح. عندنا معلقة السكر الخشن، عندنا كاس د الحليب، وعندنا نصف كاس ديال الزيت، وعندنا الخمارة ديال الحلوى بيكنج باودر. نبداو نعملو فيها، كنعملو البيكنج باودر هو الوجي، نعملو الملحة السكر، نمزجوهم مع بعضهم، من بعد نعملو الزيت ديالنا، نعملو الحليب الطريقة، وكنمزجو العناصر ديالنا. بالنسبة للعجينة الطاكوس، يعني ما كتكونش قاصحة، ما كتكونش رخوة بزاف، غنستعملو ماء دافئ ونجمعو العجينة ديالنا بهاد الطريقة. كتلاحظوا العجينه ديالنا، حسيت بها والله ترطب بين يدي، كما سبق لي قلت لكم بان العجينه بالطاكوس ما كتكونش قاصحه، بنفس الوقت ما كتكونش رطبه بزاف، يعني متوسطه في الرطوبه. كندلكوها مزيان كما كتشوفوا، دابا دلكتها على الطريقه كتكون، غنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونمشيو نعملوا العماره ديالها، من بعد نرجعوا ليه نديروا الحشوه ديال الطاكوس. كما كتشوفوا عندنا هنايا الكبده، عندنا هنايا السوسيط، عندنا هنا الدجاج ديال اللدان، يعني الهبره ديال اللدان مقطعه طراف صغار، وعندنا الجبن الموتزاريلا اللي باشرينو، وهنا البصله مشنفه، بطبيعه الحال الزيت النباتيه. هنا مجموعه ديال الخلطه ديال التوابل اللي غنستعملها في الحشوات كاملين، مكونه من الابزار ومن سكنجبير ومن الخرقوم والملحه. دابا نقولو بسم الله ونتوكلو على الله ونبداو فيها. كنشدو البصله ديالنا، عندنا المقله حاميه فيها الزيت، نحطو فيها البصله ديالنا، نقلبوها حتى كنخليوها حتى كتكبر. بطبيعة الحال ما كنضيفولهاش التوابل دابا، يعني التوابل كنخليوها مأخر مرحله، يعني حتى كتبدل مره البصله ديالنا وكتاخد اللون الذهبي عاد كنعملو لها التوابل، لأن إلا ضفنا دابا الملحة مثلا ولا ضفنا لها التوابل، يعني التوابل مش غتحرق، والملحة كتساعد البصلة باش كطلق الما ديالها، حنا مباغينش البصلة تطلق الما ديالها، حنا باغي نخمروها بهاد الطريقة. الحليب ديالها كما كتلاحظوا هي ولات خدات اللون الذهبي اللي بغينا، نزيدوها عاد شي شويه هاد المرحله هادي، غنعملو لها خلطه التوابل ديالنا، نعملو معلقه ديال خلطه التوابل. مور ملي كنحطو التوابل يعني ما كنخليوهاش بزاف فوق البوطه باش التوابل ديالنا ما تحرقش.
احنا جبنا الصحن فين غنعملو اول خلطة هي خلطة البصل بهذه الطريقة نحطوها جنب اول حشوة ديالنا. دابا غنوضعو الزيت زيت نباتية نقليه هادي نحمرو اللدن ديالنا جبنا على شعلة سريعة من كسرنا فيها واحد الكاس ديال الحليب كبير غنديرو معلقة صغيرة ديال المايزين بهاد الطريقة غنحركوها مزيان نخليوها تطفى باش نغدلو الصوص ديال اللبن بالنسبة للبن كنستمرو في الطبخ ديالو حيت كيكون تقوى بلدية نحطوها على العقاب مبقاش يكبر بالنسبة للتقطيع اللبن يعني كل واحد اللي بغا على حسب اللي كيحب يحضر كيفاش يتحمر اللبن ديالنا بهاد الطريقة غنديرولو لاصوص ونصفيوها باش مكيبقاش الكويرات ديال المايزينا بهاد الطريقة كنحركوها حتى كتعقد لنا خليكمها حاطة التوابل ديالنا ملعقة صغيرة بهاد الطريقة كما كتلاحظو باش كتعطيها ريحلة من بعد كنجيبو الجبن الموتزاريلا اللي كيكون عندنا مبشور وكنضيفوه هنا على حسب يعني كل واحد شنو بغا نحيو الغاز عليها كما كتلاحظو الصوص ديالنا هي وجدت مع لذاك غنحطوها جانبا نحطو خلطة لي موراها ثلاث غنعملو الزيت النباتية دابا غنشحرو الكبدة ديالنا بالنسبة للكبدة يعني مكتاخدش وقت دائما التوابل كنضيفوها في اخر مرحله عندي هنا معلقة صغيرة ديال التوابل هتحط التوابل اللي عديناها في البداية هايدا راه غير نكهة التوابل تزيدو نكهة ونزولوها Thank you.
اللحظه غادي نزولوها نعملوها في الصحن. دابا غنمشيو للخلطه الماجيه، اخر خلطه عندنا هي ديال الصوصات. نشبو الصوصات ديالنا ونحطو على الزيت. طبيعة الحال المقلة عندنا حامية بالطريقة. نبدا الصوصات قطعات غير من هيدا، خلي بحال هيدا ولا يعني الحجم اللي بغيتي. أنا نكتب هاد الحجم هذا، نخليوها في الحمر، نحسو بيها راه عقب، نعملو لك كهوة بالزيادة. ديالنا تحمر ونزولو من فوق العافية. يعني جميع المكونات ديال الطاكوس جبناها مع لاصوص. دابا غنتقلو للمرحلة الماجية الأخرى. على بالكم غنعملو البطاطا الفريت ديالنا اللي غنعملوها مع الطاكوس، يعني غتكون مرافقة للطاكوس. البطاطا عملت ليها يعني غسلتها مزيان، عملت ليها المايزينا وعملت ليها التوابل. التوابل عبارة عن فلفل حار، كمون وملح. كتجي بها الطريقة هادي. هادشي هذا عملتها باش تجينا يعني منكهة بالتوابل، وفي نفس الوقت المايزينا كتعطيها قرمشة خارجية. إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تكون مزيانة وتنجح معاكم. نخليو المقلة ديالنا عملنا فيها الزيت، نخليوها تطحن مزيان، نبداو نقليو فيها. العجينة ديالنا ترتاح وعملناها كويرات بحال هاد الطريقة، وعاوتاني خليناهم يرتاحوا واحد نص ساعة. دابا غنعملوهم مع بعضنا. أنا كنت سباق لي وعملت وحدة حطيتها فوق المقلاة طيب، كنتوقعها بالكلاك ديالنا بحال هاد الطريقة، يعني على شكل دائري. بالنسبة للحجم يعني نتوما كتحكموا في الحجم، ممكن لكم يعني ديروها صغيرة، في نفس الوقت ممكن ديروها كبيرة، يعني كل واحد كيتحكم في الحجم اللي بغى. هذه المرحلة كما كتشوفوا أنا ساتيت بهذا الحجم هذا. بالنسبة للسمك ديالها كما كتشوفوا هذا السمك كتكون، يعني باش ما كتجيناش معجنة من الداخل. غنحطوها ديال المقلة ديالك وكتحكم فيها كيما بغيتي. كما لاحظتو هنا أنا فايت لي عملت وحدة، كما كتلاحظو حطيتها في المقلة ديالنا. كي كنشوفوها ولات كدير بحال هاد البويا وبقات غادم، كنقلبوها، يعني مكنخليوهاش يتزايح فوق النار بهاد الطريقة. أنا في نفس الوقت كما كتشوفو البطاطا ديالنا كتحمر كما لاحظتو، كتجي البطاطا ديالنا بحال هكا كما كتلاحظو، يعني بطاطس بالتوابل كتجي رائعة ومذاق هائل. كنعملوها في واحد التوب يعني كنغطيوها بهاد الطريقة هيدا وكنخليوهم. لاحظوا هادو هما المكونات ديال الطاكوس. عندنا بطاطا الفريت اللي بالتوابل، عندنا اللدن ديالنا، هنا البصله الكبده بالصوصات، هنا الجبن الموتزاريلا، وهنا كاين المايونيز، كاين الكاتشاب، وكاين هذا الصوص هذا ديال الطاكوس. دابا غنبداو نعدو الطاكوس ديالنا. بالنسبه للخبز الطاكوس هي هذه اللي حضرنا مع بعضنا. اول مرحله كنعملو الصوص ديال الطاكوس، عندنا هيدا كنعمل عليها البصل بهذه الطريقة.
اعمل عليهم الفريز. طريقه مهم متى تبغي تعمر، يعني واحد عنده الحريه الشخصيه يعمرها بزاف ولا يعمرها شويه، من بعد كنعمل عليها شويه الكبده. طريقة من بعد كنحطوا الهدان ديالنا بهذه الطريقه هيدا بهاد الصوص اللي كتكون معتبره. اخر مرحله كنعملوا الجبن بالموتزاريلا. بهذه الطريقه كنعملو الكاتشب ديالنا. انا بالنسبه لي الكاتشب خلطته مع المايونيز هنا، يعني ما باش ما نعملش المايونيز بوحدو والكاتشب بوحدو، يعني في وسط القنينه ديالهم خلطتها. كنعملوها بالنسبه اللي كنطويوها بهذه الطريقه، كنجيبو الثانيه بهذه الطريقه عاود كنلفوها من هنا في نفس الوقت حنا كنشبروها هيدا بهذه الطريقه. هذا هو الطاكوس ديالنا. دابا ديال البانيني سخنات غنحط فيها الطاكوس ديالي بهذه الطريقه، كنضغطو عليها. نمشيو نستمروا بهذه الطريقه ونعملوا الطاكوس ديالنا كامل نتلاقاو من نسالي. غنعملوا العصير باش نرافقوه مع الطاكوس ديالنا. عندنا هنا البنان اللي هو الموز، عندنا الفريز اللي هي فراوله، عندنا التفاح، وعندنا الليمون اللي هو التشين ولا البرتقال. هنا واحد الفريزه وواحد دائره ديال البرتقال للتزيين. غنعملوا عصير ديال التشين وغنعملوا عصير ديال الحليب شوية ديال الماء بطبيعة الحال، باش يعني يا نخليوه يعني سائل يا يعني نخليوه قاصح شوية هكا يا متماسك. نبداو ان شاء الله في العصير ديالنا. بهالطريقة نعملو شوية الفريز، يعني هو عيجي بحال كوكتيل. بطبيعة الحال غادي نعملو السكر. بالنسبة للسكر يعني كل واحد وقياسو، كاين اللي كيبغي حلو كاين اللي كيبغي يعني كيبقى في المذاق ديال الفواكه. السكر ما كيستعملوش، يعني هذيك حرية شخصية. دابا غنضيفو الماء، غنغطيو الفواكه ديالنا بحال هاد على هيدا، غطيو المولينكس الشين ديالنا ها هو وجدناه، وعملنا يعني الديكوراسيون ديالو، عملنا له هاد الشينة هيدا وعملنا له شوية ديال اللوز محمر. دابا نمرو للمرحلة الثانية ديال العصير الثاني ديالنا اللي غنعملو إن شاء الله بالحليب. غنعملو الفريز، بطبيعة الحال الفريز مغسول، غنديرلو الوراق ديالو. بالنسبة لي أنا كنغسلو بالحامض. دابا غنعمل له الموز، غنعملو له التفاح، السكر كل واحد وقياسه. أنا كنعمل 4 معالق حتى 5. طريقه دابا نعملو له الحليب. تا كنغطيو
الفواكه ديالنا هيدا، والباقي كنكملوه بالماء. الطريقة هاي كنطحنو هدا الليتشين وهدا الفريز. المهم التزيين زيناه بهاد الفريزه هيدا باش يعني نعرفوا بان المكون الاساسي هو الفريز، وهذا المكون الاساسي هو البرتقال. نتمنى يعجبكم ونشوفكم. ديالنا اليوم ان شاء الله عملنا الطاكوس ديالنا اللي معمر يعني بالكبده وباللادان وبالصوصيط، عملنا الفريت بالتوابل ورافقناه مع لي سلطه الدليل الخاص الخيار مطيشه اللي هي الطماطم والبصل. هذا هو العصير ديالنا ونتمنى تجربوها في داركم يعني وتنال الاعجاب ديالكم وتفرحوا هاد الوليدات هاي في هاد الوقت هذا، لانهم اللي عيتشهوا الطاكوس ما عجبروش المحلات، يعني من الافضل عمليه لوليداتك في الدار واش هي طيبه. الوجبه ديالنا ديال الغداء ما بقى لي دابا نقول لكم السلام عليكم.